Hi there, I and my body buddy Joe English are sending our regards. Today we will do a general test from Giants on the first term, first year secondary English. okay I will اختبار شامل من uh, Giants على uh, الترم الأول إنجليزي أولى ثانوي فتابعوني. Okay. Uh, أول سؤال بيقول Uh, he is هنختار الإجابتين الصحيحتين يعني. he is overweight but he can still run fast. Which words can be used instead of overweight؟ يبقى إيه الكلمتين اللي زي overweight في المعنى؟ أول حاجة plump A، وثاني حاجة uh, fat D. يبقى الإجابة A and D. السؤال الثاني: the store cheats its customers through false advertising. The word cheat اللي هو يغش يعني معناها ايه؟ كان بي ريبليسد باي اول حاجه A تراك، وثاني حاجه اي e, ديسيف، يبقى الاجابه الصحيحه A and E. طيب نشوف بقى نختار الاجابه الصحيحه الو الوحيده 3: uh, since he lost his job he has got into يبقى نقول into debt اللي هي B. لما فقد الوظيفه بتاعته بدا يتراكم عليه او تتراكم عليه الديون. طيب نمبر فور how would people escape in an emergency؟ احنا عايزين حاجه تبقى صفه للبيبل. يبقى disabled people اللي هي سي، احنا عارفين ان دي او التصريف الثالث ممكن يعتبر adjective يبقى disabled people يبقى سي الاجابه الصحيحه. سؤال رقم خمسه، we must be careful not to do anything that might the economic recovery يبقى in danger يعني عشان ما نعرضش التعافي الاقتصادي للخطر يبقى كلمه in danger اللي هي بي الاجابه الصحيحه وهي مستخدمه كفعل وليس كنوع. طيب Number 6 families should their children's activities يبقى should monitor اللي هي سي هنا monitor مستخدمه كفعل بمعنى يراقب. اوكي okay. طيب Number 7 it is taken for that bullying is a bad behavior. يبقى it is taken for granted اللي هي بي من المتعارف عليه أو من المعروف أن البولينج اللي هو التنمر is a bad behavior يعني سلوك سيء. يبقى إذن بي الإجابة الصحيحة. Number eight, she is a old woman who complains about everything. يبقى miserable و miserable تعيسة لأنها دايما complains about everything بتشتكي من كل حاجة. يبقى دي الإجابة الصحيحة وهي الصفة miserable. طيب سؤال رقم تسعة The writer's new collection of short stories last week يبقى came out B طب ليه C غلط ليه published لأن القصص القصيرة مش هتنشر نفسها لو كان قال were published آه أو أن هي collection على بعضها was published يبقى ديت تبقى صح لو ما جابش مبنية للمجهول وبالتالي الإجابة الصحيحة هي B وليست C سؤال رقم عشرة The sky is clear, I think it يبقى is isn't going to rain اللي هي سي لأن السماء صافية فبعمل prediction with evidence إن هي أكيد الجو مش هيمطر. يبقى بعمل prediction أو توقع إن الجو مش مش هيمطر لأن السماء صافية. يبقى نجيبنا going to زائد الفعل سواء بقى مثبت أو منفي حسب المعنى يبقى سي الإجابة الصحيحة. Number 11: never to school late. He is so punctual. يبقى never uh, does he come اللي هي سي هي فيها تقديم وتاخير شويه عشان بدايه الجمله بnever زي ما بالظبط بنبدا نو no sooner برضه بيبقى فيها تقديم وتاخير بالرغم ان هي جمله خبريه يبقى سي الاجابه الصحيحه طيب 12 it is late it's time we home we went home ما نقولش بقى go home لان ديت حاجه اسمها subjunctive mode فبنستخدم الماضي اللي هي سي في الحاله ديت went سؤال 13، she used to be active but now she isn't. وبيقارن حالتها في الماضي كانت معتادة إن هي تبقى active أو نشيطة لكن دلوقتي she isn't، يبقى دي الإجابة الصحيحة. طيب، سؤال number 14، on my way to work every day I enjoy being with cheerful company. يبقى no article. D. طيب، number 15، I will lend you my book as soon as I reading it. في عندي حاجتين ممكن اجيب فينش اللي هي A وممكن اجيب هاف فينش اللي هي C وبالتالي دي الاجابه الصحيحه عشان تشتمل على الاثنين يبقى الجمله اللي فيها وان او as سون از تبقى في المضارع او المضارع التام والجمله الثانيه في المستقبل. طيب 16 I really regret up late I missed the first lecture يبقى I regret ايه؟ staying up late بعد regret بيجيب بجيب فعل في ING انا ندمان ان انا سهرت الوقت متاخر عشان فاتتني المحاضره الاولى يبقى ايه الاجابه الصحيحه طيب نشوف القطعه نقرا الريدنج مع بعض everybody likes to feel that she or he is special كل واحد حابب يشعر ان هو مميز sadly many of us grow up believing that we are not special at all احنا ما بنحسش ان احنا مميزين we wish that we could be more attractive بعضنا بيبقى عايز يبقى أكتر جاذبية أو better at sports أو عنده مهارة أكتر في ال... الرياضات المختلفة we wish we had more money or more beautiful clothes بعضنا يتمنى يكون عنده فلوس أكتر أو ملابس أنيقة أكتر like the ten man اللي هو رجل القصدير scarecrow الفزاعة cowardly lion اللي هو الأسد الجبان اللي هما جايين من قصة أو فيلم wizard of oz We think ساحر, we think we are not good enough just as we are. In the film, the ten man wishes he had a heart. And the scarecrow wishes that he had a brain, where And the lion wants courage, we al Eventually each of them realizes that he already. has what he wants لكن هم بالفعل عندهم الحاجات اللي بيتمنوها nearly all parents want us to be the best we can be الاباء عايزيننا نكون افضل حاجه they occasionally attempt to encourage us to do better by comparing us to others بيقارنونا بغيرنا من الـ اقراننا يعني they mean well هم نيتهم حسنه but the message we usually get is that we are not good enough لكن الرساله اللي بتوصلنا ان احنا مش بالكفاءه المطلوبه. We start to believe that the only way we can be special is by being somebody out there that is better than we are. احنا دايما بنقارن نفسنا بالناس بالنفس اللي هم الافضل. There are a lot of people around uh, يعني there are a lot of people around who may not be as intelligent. في بعض الناس ما هماش بنفس درجه الذكاء. بتاعتنا لكن they are better at sports لكن هم أفضل مننا في الرياضة, في الرياضة or they may not be as handsome ممكن بعض الناس مش بنفس الأناقة بتاعتنا but they have more money لكن عندهم فلوس أكثر it's unthinkable for us to be better than everybody else all the time يعني طبعا حاجة مش ممكنة أبدا أن احنا نكون أفضل من غيرنا في كل حاجة طول الوقت Uh, like the ten man, the scarecrow and the cowardly lion we all need what we believe will make us better people uh, يعني دي بنتمنى دايما حاجات تخلينا أفضل من الآخرين uh, our parents often forget to tell us الأباء دايما بينسوا أن هم يقولوا لنا أن إحنا مميزين بوضعنا الحالي that we are good enough just as we are مش محتاجين نبقى زي حد تاني either way it's up to us to remind them إحنا نفكرهم أو نذكرهم In, uh, uh, each of us in our own way is special كل واحد مميز بطريقته الخاصة طيب number seventeen the writer wrote this text to iba a explain the importance of being yourself طيب number eighteen this essay was most likely written by a iba young person d لأنه دائما عايز يفكر الآباء إن نحنا مميزين طيب number nineteen What does the writer say about our parents? A. They frequently forget to tell us that we are special. إن الآباء ما بيقولولناش إن إحنا مميزين بوضعنا الحالي بدون أي تغيير. طيب، نمبر 20. Uh, the writer of the essay believes that، بي, بي يعني بيعتقد أن D. We are all good enough just the way we are. إن إحنا كلنا مميزين وكويسين بالطريقة الحالية اللي إحنا, علي, إن احنا عليها. Number 21. The underlined word disappointed is a synonym to نفس مرادف كلمة dissatisfied. يبقى disappointed, dissatisfied. Uh, طيب 22. The underlined word them refers to اللي احنا شفناه في القطعة في الآخر ديت. them هنا عايدة على ال parents. Okay. Remind them يعني remind the parents. يبقى B. طيب السؤال 23 بيقول: the best title for the essay could be يبقى being special اللي هو ان انت انسان مميز ايه شوف بقى الترجمة اول حاجة سؤال 24 uh, rapid technological advancement may have caused a gap between generations يبقى ايه ربما تسبب التطور التكنولوجي السريع في حدوث فجوة بين الاجيال طبعا الجملة التانية فيها اخطاء مثلا جملة بي قال تطور معلوماتي هو ما قالش information advancement وقال technological advancements اوكي فنخلي بالنا ونختار الإجابة الصحيحة. طيب السؤال 25 بيقول: tolerance and empathy are key elements to living a peaceful harmonious life. هنلاقي أفضل ترجمة هي سي. التسامح والتعاطف عنصران أساسيان لعيش حياة يسودها التناغم والسلام. الأخطاء اللي في الجمل التانية مثلا إيه كاتب التسامح والحكمة؟ هو, هو الجملة الأصلية قال empathy اللي هو التعاطف وليس الحكمة اللي هي wisdom. ومثلا دي قال التسامح والصبر الجمله الاصليه tolerance and Embassy الصبر بيشنس مش Embassy فنخلي بالنا ونقرا الجمل كويس عشان نصل للإجابة الصحيحه طيب السؤال اللي هو 26 ترجمه بقى from arabic to english بيقول يجب على المرء الا يسرف في تناول الاطعمه الغنيه بالدهون لانها تزيد من خطر الاصابه بالنوبات القلبيه هنلاقي ان دي افضل ترجمه one must not eat too much high fat foods as it increases the risk of heart attacks. طب ايه الخطا اللي في الجمل التانية؟ مثلا سي كاتب high fattening او high fatting foods مفيش حاجة اسمها high fatting المفروض الأطعمة الغنية بالدهون اللي هي high fat foods زي دي. وبالتالي نستبعد سي وبرضه في أخطاء في الجمل التانية نركز وإحنا بنقرأ عشان نوصل للإجابة الصحيحة اللي هي دي. طيب الجملة 27 يجب أن يشجع التعليم التعاون والتفكير النقدي لأنه من المهارات الأساسية اللازمة في أسواق العمل هنلاقي برضو أن دي أفضل ترجمة education should encourage collaboration اللي هو التعاون and critical thinking التفكير النقدي as they are two essential skills اللي هي من المهارات الأساسية اللازمة needed in job markets إيه الخطأ اللي في الجملة الثانية مثلاً سي بيقول encourage collaboration and creative thinking يعني يشجع التعليم يشجع التعاون وقال التفكير الابتكاري او التفكير اللي هو فيه ابتكار يعني انما هو الجمله الاصليه قال تفكير نقدي مش ابتكاري يبقى دي غلط وبرضه في اخطاء في الجمل الثانيه نقدر نوصل لها ونكتشف ان دي هي افضل اجابه طبعا السؤال الاخير بيبقى عن المقال وهنا بيقول لك اكتب عن يور رول موديل او مثلا مثلك الاعلى احنا كتبنا موضوع مشابه قبل كده عن المثل الاعلى بتاعك سواء كان مثل اعلى في الرياضه او في شيء معين او في الحياه بشكل عام آه وناقشنا في يعني الفيديوهات كثيرة عن ازاي تكتب مقال ازاي نرتب الافكار بتاعتنا ونخلي كل فكره في باراجراف ونخلي الافكار متصله ببعضها وبالطبق الاساسي فراجعوا هذه الفيديوهات الخاصة بكتابة المقال للأهمية وإن شاء الله برضو هنقول حن، فيديوهات أخرى خاصة بكيفية كتابة المقال آه في الفيديوهات القادمة ونحل امتحانات أيضا شاملة لاستفاده الجميع فنتمنى التوفيق لجميع الطلاب